البارح كان الاخ ديالي معايا في الريستورون، كتعرضت عليه، تعشينا انا وياه اونصومبل وجلسنا وضحكنا وكل شيء كان الحمد لله مزيان، وبقيت معاه حتى لذاك 12 الليل، وحس براسو شويه عيان، شد مره مراكش تقلبو هكا، قلت ليه ياك ما لاباس، قال لي كل شيء مزيان ما عندي حتى مشكل. والغد ليه في الصباح عيطوا ليا مع 11 الصباح بانه في الهلال الاحمر، وسمعت داك الخبر، مشيت فاش وصلت لقيتو توفى مسكين الله يرحمه. كانوا من الاحسن، كانوا عيطوا ليا باش انا ناكد اكزاكتوم فين غيمشي. انا جيت لقيتو ديجا تما محطوط وديجا فات الفوت. واش غنقول لك اخويا، الله يرحمه مسكين، انسان كان طيب محبوب عند كلشي الفنانه، وكان البارح الغلط اللي داروا كانوا يتصلوا في الاخ ديالو. هذوك الناس ديال المهرجان في النهار كله في الصباح بقاو واقفين معنا وكيعيطوا وداروا الجهد ديالهم تما بصراحه. وكنشكرهم جميعا، كنشكروا جميع الفنانه، جميع الناس، صحابو الاصدقاء ديالو، الحمد لله جاوا زاروا، وكنشكرهم بزاف، والله يرحمه الله يوسع عليه في هذا النهار. وحتى الولايه ديال طنجه حتى هي سهلت عنا الاجراءات كلها، وكان الحمد لله كل شيء سهل باش دوزنا باش وصلنا لكازا